وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصحراء المغربية، السيد المنسق الوطني للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، السيد رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، حضرات السيدات والسادة الأكاديميين والباحثين، أيها الشباب الحاضر المشارك في هذه الأكاديمية، إن انعقاد الأكاديمية الشبابية الوطنية حول آليات وتقنيات ترافع الأدبي والرقمي من أجل قضية وحدتنا الترابية يشكل محطة مهمة لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ الانخراط الفعلي للشباب في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. كمال الغمام، رئيس الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية. احنا اليوم حاضرين في تنظيم أشغال الأكاديمية الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية الثانية، يعني بعد نجاح الدورة الأولى التي كانت السنة الماضية وحققت الأهداف ديالها واللي تأثروا فيها المئات ديال الشباب، اليوم حنا يحضروا أزيد من 200 شابة وشاب من مختلف المدن المغربية، من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية والوطنية والمجتمع المدني والمنظمات المهنية، 200 شاب وشابة حاضر اليوم من أجل التكوين والتأطير في قضية واحدة تهم جميع المغرب، هي قضية وحدتنا الترابية. هاد الشباب اليوم حضرناهم وغيحضروا للتأطير والتكوين من طرف أساتذة وخبراء مختصين في ملف قضيتنا الترابية اللي اشتغلوا عليه إما بحكم مهني أو بحكم في البحث العلمي أو أنهم عاشوا جحيم المخيمات، لأن يحضروا من بيننا عائدين إلى أرض الوطن الذين عاشوا الجحيم المخيمات اليوم باش يكشفوا الأوهام التي تتعلق بقضية وحدتنا الترابية، باش نعطيهم الآليات ونمكنهم من الآليات للترافع عليها في مختلف الوجهات الدوليه، لان هاد الشباب ديال الاحزاب السياسيه والشباب ديال المنظمات المدنيه كيحضروا في مختلف المنتديات الدوليه في العالم، وبالتالي خصهم يكونوا متسلحين بالمعرفه ديال الملف بحقيقته التاريخيه وبجميع الحقائق الثابته التي تؤكد مغربيه الصحراء. الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب يتعارض مع تقرير المصير ويتعارض مع فكره الاستفتاء طبعا كمظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة. واحد زياد، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. بالنسبة للتنظيم ديال الأكاديمية الشبابية حول القضية ديال الصحراء المغربية اللي كتنظمها الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية، يعني كتعتبر بأنها مبادرة جد مهمة من أجل تمكين الشباب من كل مسارات القضية الوطنية، وهذا كيكون جد مهم من أجل الترافع على القضية في عدة محطات، وأهمها الجانب الرقمي اللي ولا واحد المسار جديد في التحديات على المستوى التكنولوجي، خاص يتم الاستغلال ديالها من اجل تعزيز العداله ديال القضيه الوطنيه الاولى ديال المغاربه كاملين شعبا وملكا، ودور ديال المجتمع المدني هو مهم في هذا الاطار. جانب اخر ان مثل هذه الدورات وهذه الاكاديميه غادي تساهم أنها تفتح واحد المسارات أخرى للشباب، على أساس أنه كاينين عندنا خبرات شبابية في المجال المعلوماتي في المجال التكنولوجي، يعني يتقنون الجانب التقني، وأكيد لا كانت فيه تقاطعات ما بين المجال ديال الدبلوماسية الرسمية مع المجتمع المدني والجانب الرقمي، غادي يكون واحد آليات اللي هي قوية. وجانب آخر أنه خص الاهتمام أكثر
الشباب المغربي بكل القضايا ديالو ذات الحموله السياسيه والاقتصاديه والثقافيه، لان هذا غادي يزيد من تعزيز ديال الثقه ديال الشباب المغربي في البلاد ديالنا وفي المستقبل ديالها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.